السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شهيوات مختارة. اليوم غادي نحضروا طبق الشعرية الصينية بالخضر والطون. كيجي لذيذ ومغذي وكيتحضر بسرعة، والمكونات ديالو بسيطة وموجودة في كل بيت. ودابا اجي نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. فرجة ممتعة. عندي هنا واحد البصلة مويان مقطعة طريفات صغار، عندي واحد جوج ديال الجزرات محكوكين، عندي فلفلة حمراء مقطعة طريفات صغار، عندي جوج القرعات مويان محكوكين، وفي العطرية عندي شوية الملح، شوية الخرقوم، شوية الكمون، عندي هنا معلقة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال السكنجبير، معلقة ديال القزبر مطحون، وعندي معلقة صغيرة ديال البزار، وعندي الملح والثومة. خديت هنا طنجرة درت فيها شوية الزيت، غناخذ البصلة وندير تشحر في هاد الزيت. زدت عليها الثومة، البصله ديالنا هي الثومه حتى يتشحر مزيان. غادي نبقى نحرك البصله بحال هكذا حتى تشحر مزيان. البصله ديالنا هي تشحرات، غنزيد دابا الفلفله. البصلة والفلفلة هما تشحروا مزيان، ونزيد عليهم خيزو. غادي نزيد القرعة، غنحرك مزيان هاد العناصر. غنغطي عليها شويه باش طيب الماء. الخضره ديالنا ها هي طابت، انا درت فيها واحد ربع كاس ديال الماء، واللي كيبغيها تبقى كروكونت يخليها غير هكا طيب غير في الماء. دابا هي وكحات من الماء اللي درت فيها، غنزيد هنا واحد جوج معلقات ديال بطيشة الحك، وغادي نحرك مزيان. هاد معجون الطماطم كيعطي واحد اللذة. كيخليها تجي معلكة. ناخذ هنا واحد المعلقه ديال الصوجة، نحركها مزيان. غنطفي عليها. خديت هنا حك ديال الطون، هاهو كيف كتشوفوا، غنفرتو وغادي نزيدو على هاد الخليط. غادي نحرك الكل،
غنخلي هذا الخليط على جنب. خديت هنا واحد الكاسرونه كبيره ديال الماء، غنشعل عليها وغادي نخليها طيب. دابا عندي هنا الماء غلا، انا غنطفي عليه. عندي هنا الماء غليان، غندير فيه عندي واحد 250 غرام ديال فيرميسيل. غنخليها تفزاك مزيان وغادي نصفيها ونقطعها صغار، طريفات صغار. غنخليها تفزاك مزيان وغادي نصفيها ونقطعها. غناخد هاد الشعريه بعد ما صفيتها وقطعتها وغادي نخويها من هنا على لاصوص اللي وجدنا. نخلطوها مزيان مع لاصوص بعد ما خلطتها مزيان. دابا غنخليوها على جنب حتى نقدموها. الطبق هو هذا، كنقدموه بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه لانها كتستحق. كيف شفتوا الطبق كيتحضر بسرعه، والاهم انه كيجي لذيذ ومغذي. الى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.